بتوجيه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم أيده الله وبمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446 سيبدأ الديوان الملكي بتوزيع العادة السنوية عن طريق إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية على الجمعيات الخيرية والمآتم الحسينية كما هو الحال من كل عام هجري جديد وكل عام ومملكة البحرين وأهلها الكرام بخير.